بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الاخبار؟ معكم اخوكم مستر فيفا السي. اليوم بتكلم عن الهجوم، بشرح لك الاساسيات، ان تاخذ اللي يعجبك من الفيديو، تاخذ اللي ناقصك او اللي راح تستفيد منها من الفيديو. تلقى في الديسكريبشن تحت موقعت لك التسديد، الفاولات، المناولات الى اخره، تلقاها تحت، احط لك بالاوقات عشان اختصر عليك لان الفيديو طويل شوي. وبسم الله نبدا. عمر لمحمد، محمد لعمر، عمر لخالد، ما شاء الله ثلاث اخوان كانهم في الحوش. ها ياسين في اللقطه الماضيه كانهم يلعبون في الحوي. يا سلام. تمريرات ومناولات، بما انك تلعب فيفا الالتيميت تيم او الكلب او المواسم بشكل عام، تكون انت عارف معارف المناولات وعارف، بعطيك اياها بشكل مبسط وسريع سريع. الاي اللي هي مناوله عاديه، نص الملعب، دفاع، هجوم، اللي هو الاي العادي. الواي اللي هي مناولة بالعمق أو بينية أو بينية. الالوان المثلث اللي يجيك من فوق عالية، أو ال بي والواي على الاكس بوكس. عندك الدائرة أو البي اللي هي الرفعة العادية اللي يجيك عالية إلى آخر لاعب. الدائرة مرتين اللي يجيك مقوسة، لا هي بأرضية ولا هي بعالية. الثلاث دوائر، رفع ثلاث دوائر يجيك أرضية، وأنا أحب الرفعة هذه لأنها دائما تسوي ربش للخصم وحين يجيب على نفسه هدف. ال1 ودائرة، هذه الرفعة اللي تجيك قبل المنطقة موجهة اللاعب. الار1 والدائرة هذه ما لها فائدة، هذه ترى على فكرة هذه ترى يدوية اللي تجيك أرضية شوي، ما تجيك عالية، لكن ما أشوف لها فائدة صراحة. أشوف الدائرة العادية أوجه الدائرة بالرفعة يغنيني عنها. عموما هذه المناولة بشكل عام. بالهجمة ما نستغني أو ما تستغني عن ال1 2. ال1 2 اللي هو ال1 وإكس او الار بي والاكس في الاكس بوكس، بعدها راح يناول لك اللاعب وراح يتقدم نفس المكان السهم. كيف تعطيها اللاعب على حسب الهجمه، ممكن تعطيها مثلث، ممكن تعطيها اي او اللي هو اكس، ممكن تعطيها ال1 ومثلث على حسب. انا هنا اذا ناولتها راح اعطيها مثلث مباشره. ال1 2 مو لازم تسويه اذا كنت مع المهاجمين فقط، لا تقدر تسويه من النص، من الجناح، اي مكان في الملعب ما عدا المدافع، لا تسويه المدافع. الان كريستيانو رونالدو ضغطت زر ال1 2 مع لاعب الوسط تشافي ألونسو. هنا في نقطة مهمة، شوف اللاعب اللي وراي الخصم، إذا سواء كان كمبيوتر أو لاعب اللي يتحكم فيه، راح يخش على الكورة. إذا رجعت الكورة راح يتقدم اللاعب، ما راح يغطي كريستيانو رونالدو. هذه نقطة مهمة ترى، دائما أخذ أدفانتج في هذه، ودائما أبني أهدافي عن طريق الطريقة هذه، أرجع الكورة من النص 1-2 بحيث كريستيانو يتقدم وأسحب لاعب اللي في الوسط سواء كان كمبيوتر أو مهاجم. مثل كذا فضل كريستيانو، نفس الشيء ترى اقدر ارجعها واسوي نفس الطريقه. طيب كيف تبني هجمتك بالمناولات، او كيف تطقطق في الجيم بحيث انك ما تخلي فرصه للخصم انه يقطعها منك، او تكون انت متحكم بالجيم كامل عن طريق المناولات؟ اول شيء ترى اعرف انك راح تخطي اذا بدات تعتمد على المناولات هذه، راح تخطي مره مرتين ثلاثه اربعه لين تتعود، لين تبدا تحفظ التكتيك اللي يصير، تحفظ كيف طريقه المهاجمين، كيف يفتح معك الوسط، كيف يرجع، كيف كيف كيف. هذه كلها بس يبيلك وقت، صدقني إن شاء الله ما راح تندم. أبدأ هجمتي دائما أنا أطقطق بالوسط. ليش؟ أسحب لاعبين اللي في المحاور، وأسحب لاعبين المدافعين أو الأجنحة أو الأظهرة، أخليهم يتقدمون إجباري. إذا كنت تطقطق قدام حتى لو ما تقدم، هو الكمبيوتر راح يخش عليك أو راح يغير مكانه الكمبيوتر. لاحظ هنا أعطيتها L1 و X اللي هو 1-2. ليش؟ لأن عندي اللاعب اللي في الوسط يقدر يتقدم وقدامه الخانة فاضية، ولو تقدم راح يخش عليه أحد اللاعبين الثانيين، فيكون في ادفانتج لي واقدر اناول واقدر اغير اللعب. هنا برضو اعطيتها 1-2 مع اللاعب اللي فوق، لان هذا مهاجم فلازم يتقدم الخانته قدام. لاحظ قدامي المدافعين تقريبا على خط واحد، اربع مدافعين. لاحظ اللي بسويه الان ترى بس مناولات فقط، ما سويت لا تكتيكات مخصصه ولا اي شيء، بس اناول. لاحظ وشوف كيف بثانيتين بلمستين تغيرت الهجمه،
صار عندي واحد فاتح فوق وصار عندي ثلاثة مهاجمين تقريبا، وكل مدافع ضدي ماسك اللاعب. لاحظ بلاعب الوسط راح أناول تحت مناولة عادية، ما راح أعطي 1-2. ليش؟ ناولت الآن تحت، أبي يكون مركزه هنا عشان أقدر يوزع فوق ويوزع تحت ويوزع بالمكان اللي يبي. عاد بطريقتك أنت للهجمة، أهم شيء إنك لازم تعرف متى تعطي 1-2 ومتى تناول عادي. من الأخطاء اللي بتواجهك إذا جيت تتعود إن شاء الله على المناولات إنك ما تناول اللاعب المطلوب. مثلا هنا أبيها من مودريتش إلى كريستيانو، لكن لاحظ تحت على اليمين زودتها حبتين، فما راح تروح لكريستيانو، راح تروح اللاعب الثاني، فتعود إنك من لمسة أو تحسب. برضو هنا حاول إنك تناول لاعبك إذا كان قبل اللاعب، لا تناول وهو بعده. المناولات والطقطقة هذه إذا تعودت عليها راح تكون إن شاء الله بيعطيك أدفانتج غير طبيعي في الجيم. برضو إذا لا تستعجل إذا ما خش عليك، إذا كان مثلا مغطي اللاعب لا تناول، تقدم، لأنك إذا ما كنت متأكد أنه راح توصل للاعبك راح تنقطع، هذا ما خش علي، ناولت وقطعها مني. الواي أو الالوان المثلث برضو هذه أغلبها تعتمد على الفكر، هي إذا ضغطتها تجي تقريبا موجهة للاعب لأنها تحكم أوتوماتيك، لكن دائما عندك الفكر هو أهم شيء. هنا مثلا ريمريز أنا شايف نيمار فوق، لاحظ قوة الواي عندي المثلث فل، لأن يعني نيمار سريع، فعلى طول أعطها إياه. وأهم شيء يكون عندك أنت الفكر، أنك تلعب على توقعه، أنك تعكس توقعه. مثلا في الهجمة هذه أعطني رأيك وش راح أسوي أنا. لاحظ أبيك توقع، إذا توقعت أوكي. لاحظ عندي في الرادار تحت لاعب على اليمين، أبي أوصل له الكرة بدون ما أرفع، لو رفعت ممكن يتأخر ممكن يتمركز هو، فراح ألعبها بالطريقة هذه أسهل وأضمن، ودائما أسويها بالذات في المرتدات، أرجعها للاعب في الوسط ومن الوسط أي طبعا عاد الإنهاء أنت وفنك. عموما الواي لازم تعرف قوته وتتحكم فيه، كم مرة راح تتعود عليه وعلى حسب قرب اللاعب أو بعده عنك، إذا كان بعيد زود الواي دائما قو. نفس الشيء في المرتدات، الون مثلث إذا كان لاعبك يدخل على جنب على اليمين أو يسار، برضو لاحظ الرادار، ترى الرادار دائما مهم. إذا كان اللي قدامك يلعب وحاط هجوم أو هجوم كامل راح يكون عندك أدفانتج كبير في المرتدات، ودائما دقق على الرادار. أي ضغط، أي تسديدة يا رب، لا يا الله، حد يتأكد العارضة سليمة ولا لا. المهارات والتسديد أو التسديد والمهارات، أول شيء ترى اللي أنا أقولك هي وأنا اللي أسويه هذا لعبي أنا، هذا طريقتي أنا، ستايلي أنا، ترى مو بشرط أنه يعجبك أو يقنعك، لا ممكن أن طريقتك تختلف وعندك لعبك يختلف، لكن أنا بعطيك بس اللي أنا عندي وأنت تشوف عادي اللي يعجبك أو تاخذ اللي تريد. الشوت عندك الشوت العادي أنك توجه تضغط اللي يركض وتشوت في نفس الزاوية أو تشوت على توجيهك أنت. ترى الشوت إذا كنت موجه ومقويها شوي ما عندك مشكلة بالقدم الضعيفة أو بالقدم الأساسية للاعب راح تجي، لكن في نقطة بيقولها لك، المهارات. أنا عندي دائما يجيني السؤال هذا، كيف أسحب الكمبيوتر، كيف كيف كيف. أنا عندي المهارات ما هي بس الحركات اللي أضغط L2 وأتحكم بالأنالوج وأسوي مهارة، لا، أنا المهارة عندي كيف ألعب على قدامي، كيف أعكس توقعه، كيف ما أسوي اللي في باله هو، بالذات إذا كنت تلعب مع الناس الفنانين أو إذا تلعب مع الناس اللي في ديفيجن 1 غالبا راح يبدأ يقراك، راح يكون يتوقع اللي أنت بتسويه. فأنا أشوف المهارة أني أنا ما حد يقراني في الجيم، أنا هذا أهم شيء عندي. المهارات ما أسويها أنا، أسوي كم مهارة، أسوي مهارات أساسية اللي هي من المربع إكس هذه، لأن الكمبيوتر لاحظ هذا كيف جريته، لعبت عليه ما خليته، وهنا برضو توقع أني روح فوق نزلت تحت. هذه الأشياء الصغيرة، هذه الأشياء الصغيرة تقلب لك مباراة كاملة، أشياء مهمة. هنا برضو لاحظ أنا هنا هذه ترى أهم زر أنا عندي في الهجوم اللي هو R1 والL2 في البلاي ستيشن، خليك معلق عليه وامش وفك وامش وفك على حسب اللعب عندك. الRB أو اللي إنك تركن الشوت اللي بركنه اللي تجيك فيها لفة شوي، هذه مهمة، هذه داخل المنطقة أنا ترى أسويها بلمسة، أسويها خفيف لأنها صعبة يردها، لكن ترى إذا سويتها خفيف بزيادة أو إنك ما قويتها راح يردها الحارس، زي هذه حقت كريستيانو، أنا لمستها لمسة هنا ضعفتها بزيادة فردها الحارس،
برضه اذا كان مضطر يفضل انك تقويها شوي. زي ما قلت لك المهاره انا عندي اني انا اعدي من الكمبيوتر بدون استخدم المهارات. لا زي ما قلت لك الار بي والال 2 الار 1 بالبلاي ستيشن والال 2 في البلاي ستيشن تضغط عليهم وتتحكم باللاعب زي كذا بالانالوج انك تروح يمين ويسار. هذه متى تسويها؟ لا تسويها وانت مواجه اللاعب وجه بوجه ابدا، لا تسويها، سواها على جنب. ودائما اذا كان الكمبيوتر اللي خاش عليك لا تركض، اذا ركضت راح يخش عليك، راح يقطعها منك. لا هد، فكر اللي يركض ومش عادي. اذا جيت تمشي ضد الكمبيوتر لا تمشي في وجهه، لا تمشي على طول يعني، لا خليك لاف 80 درجه يمين او يسار. هذه نقطه مهمه ترى، سواء على اطراف او في العمق لا تخش فيه وجه بوجه، خليك دائما على اطراف وميل، ولا تركض ترى الركض ترى ينكب احيانا. وش بعد؟ زي ما قلت لك داخل المنطقه انا ما احب هنا احيانا، طبعا تضطر انك تقوي الشوته واحيانا انك تنسى. النوع الثاني اللي من الشوت الثالث اللي هو تضغط ال LT لما تيجي تشوت ال LT ومع التوجيه اللي انت بيه المكان اللي انت بيه، وتضغط مربع راح يدبرها لك او مقص. الشوت اللي بالكعب هذه برضو يسألوني كثير عنها، اشوف الناس يشرحونها يقول لك اضغط اول ما تجي اضغط كذا اضغط كذا. لا خليك معلق على ال2 في البلاي ستيشن وضغط مربع 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 مربع، بمجرد ما تجي راح يسوي الكعب او يسوي المهاره في المرمى على طول. ونفس الشيء للمناولات. والنوع الاخير واللي معروف عند الكل اللي هو ال1 واللي شوت تجيك من فوق. فيفا 12 لعبت مع افضل اثنين من افضل خمسة في العالم فيفا 12. لاحظ انه كان معي يستخدم المهارة صفر، انتهت المباراة يمكن ما استخدم لها مرتين او ثلاثة بالكثير اربع مهارات مرة سواها في الجيم. اغلب اللي اتعبني معه فكرة عالي ما اقدر اقراه، يهدي ما يركض. على فكرة ترى الوان تو برضو من الخيارات اللي تقدر تعدي فيها من الكمبيوتر ومذكورة في موقع اي. لاحظ هنا اني بعدي من الكمبيوتر اركض على جنب ما اركض في وجهه، لاحظوا، وارجع مرة ثانية وارجع مرة ثانية على فوق كلها على جنب عشان تعدي من الكمبيوتر. برضو في الكلب هنا صالح يركض على جنب عشان يعدي من الكمبيوتر ويخلي له فرصة انه يشوت، سواء خش عليك بلاعب او بلاعبين. اعكس توقع الخصم، المهارات مطلوبة، انا ما اقول لك انها ما هي مطلوبة، بالذات المربع اكس هذا جدا مهم ويفيدك كثير. لكن انا عندي في وجهة نظري انا المهارات اغلبها فكر اكثر من ما هي الحركات. الحركات مهمة زي ما قلت لك، لكن الأهم الفكر. أبغى أعلمك الآن اللي أنا أستخدمها أكثر شيء، أكثر مهارات اللي أستخدمها. طبعاً المربع إكس أستخدمه، وبعلمك هذه الحركة الآن اللي هي واضحة. طبعاً إذا جيت تسوي المهارة تكون معلق على ال2 في البلاي ستيشن أو ال LT على الإكس بوكس، بعدها تسوي نفس المهارة هذه اللي هي بالجير، فوق بعدين يمين أو فوق بعدين يسار على حسب الاتجاه. بعدين عندك المربع إكس مع نفس الاتجاه نفس الحركة اللي شفناها تو. عموماً تلقى في الديسكريبشن تحت رابط، الرابط فيه التحكم يد الاكس بوكس، فيها كل الحركات تقريبا جالس 8 ساعات او 10 ساعات اسويها مع كامل الحركات، فاعطيك الحريه الكامله انك اذا بغيت تسوي فيديو او انت تشرح فيديو عنها تفضل وخذ راحتك، تلقى الرابط في الديسكريبشن وحملها. الهجوم والهجوم الكامل او الدفاع والدفاع الكامل، متى تسويها متى ما تسويها. اغلب الشباب يحسب ان الهجوم الكامل او الدفاع الكامل لها دخل بس وسط الجيم وسط المباراه، لا لها دخل بالفاولات لها دخل بالركني. انا اقول لك كيف الان في انا حاطهم عادي متوسط، عندي لاعب لاعبين ثلاث مهاجمين او ثلاث لاعبين داخل المنطقه. الان بناولها هنا وبلاحظ تحت راح اخليهم هجوم كامل او هجوم غير عادي، هجوم غير عادي. خلي يطلعها بس ضربة زاوية، ولاحظ معي كم لاعب متقدم عندي، شفت كيف داخل منطقة تقريبا 6 أو 7 لاعبين داخل المنطقة. هذه تسويها تفيدك في الفولات، تفيدك في حتى في رميات التماس، لاحظهم متقدمون. هذه تسوي أنا أسويها عني أنا بعد ما أكون مهزوم بعد دقيقة 80، ما أسويها قبل عشان ما تعدم علي لياقة اللاعبين والفتنس. فبرضو هذه تصير عندك أنت متى ما بغيت تسويها. الفيرست كنترول هذه اللمسه الاولى كيف تسويها؟ بزر المهاره فقط بدون ال بدون الار، بس زر المهاره على الزاويه اللي انت بيها راح يسويها لك بالطريقه هذه. الرفعات كيف ترفع، كيف وش افضل طريقه للرفع؟ اذا كان في اللاعبين زي كذا يركض
أعطى دائرتين، هذا عني أنا. إذا كان اللاعبين يركضون أعطيها دائرتين، إذا كان اللاعبين موجودين داخل منطقة وأكثر من لاعب واجدين شوي أعطيها دائرة واحدة. وأهم نقطة في الرفعات، إذا رفعت أنت تحكم باللاعب، تقدر تتحكم فيه وتحطه في المكان اللي أنت بيه. أهم شيء في الرفع المنولات زي كذا أنك تضايقه وتضغط أي التجلية، لا تجلي إذا كان اللاعب المدافع لاصق فيك أو لازق فيك، لا تسويها، لا خلا إذا كان في مسافة بينك وبينه نجلي الكرة. الرأسيات في نص الملعب سواء مناولات أو بتخلص، حاول دائما أنك تناولها للاعب المضمون. وأحيانا ترى مو بلازم أنك ترفع، أحيانا الون والمثلث يغنيك عنها، فيبيك تفرق شوي بينهم. أحيانا تخلص هجمتك كلها بدون ما ترفع، كلها بالون والمثلث زي الهجمة هذه، يبيلك عاد تتعود. إذا بغيتها مثلا في الآخر لاعب اضغط دائرة مرة واحدة وقوها شوي، يعطيك إياها الآخر لاعب عندك. الركني راح يكون له، بنزل له فيديو الحالة لأن طريقة الرفع سواء بسهم على سهم قدام أو رفعة عادية، لكن أهم شيء الآن أنك إذا جيت ترفع تحكم باللاعب وضغط من بدري زر المربع. أحيانا تضغط الـ1 على البلاي ستيشن تبي تاخذ السهم اللي فوق اللاعب، خلني بس أعطيه الكرة عشان تشوفها بالضبط. لاحظ الرادار تحت، أنا بأخذ أغير التحكم، لاحظ الرادار شوف كيف يتغيرون اللاعبة. أنا هنا كيف أغير اللاعبين؟ أختار السهم، ما أضغط الـ1، أضغط الأنالوج حق المهارات، أضغط الحالة بدون أي زر معه، أوجه المكان اللي أبيه وراح يعطيني السهم حق اللاعب. لاحظ الآن رادار بالأنالوج قاعد أختار المكان ويعطيني الأسهم، ترى هذه أفضل أحيانا من الـ1. في المرتدة يفضل هد، مو شرط مرتدة تكون سريعة، حاول انك تهجم من نفس المكان او نفس الخانة اللي هجم عليك هو فيها، لان غالبا بيكون فيها نقص. اذا رفعت الكرة او طالت عليك اضغط الـ2 مرة واحدة، بعدين عشان تتحكم بالاسهم او بالانالوج تتحكم مكان لاعبك، ترى هذه مرة تفيد سواء كذا كنت بتقراه او مثلا هنا انا توقعت ان لاحظ نزلت باللاعب تحت، توقعت انه يا بتطول على الحارس يا بشوتها ممكن تصقع في لاعبي وترجع لي. غير فكرك، حاول انك تقرا دائما، حاول انك تقرا خصمك. واهم نقطه في فيفا انا اشوفها انك لا تستعجل ابدا، لا تستعجل، روق حتى في الانهاء، حتى بالفينشينج حقك خليك هادي. يعطيكم العافيه، ان شاء الله تكون لو استفدت شغله واحده بس من الفيديو هذا يكفيني. اعتذر اذا كنت غلطت في شيء او شيء عني نقص، لكن والله اني حاولت اني اجمع لكم كل شيء بفيديو واحد بحيث اني اوفر عليك الان انك تروح كذا فيديو فمره واحده. اذا بغيت شيء معين عندك في الكومنت. يعطيك الف عافيه ومشكورين، ونراكم على خير ان شاء الله.